بسم الله الرحمن الرحيم. نقول اليوم فيديو عن أسعار العملات السورية واللبنانية الغالية المرتفعة جدا، وبرضو المتوسط السعر بتاعها. لمن يبحث عن البيع والعرض على المواقع والتقييم وفي مزادات بتتعمل للعملات دي، فهعرض لكم أسعارها بالتفصيل من موقع إيباي. الموقع ده وشركات عالمية طبعا هي اللي بتقيم وبتباع، فهجيب لكم السعر الرسمي بتاع العملة السورية واللبنانية. العملات كلها أسعارها حقيقية جدا، واتباعت فعلا في مزادات، واتباعت فعلا أشخاص خدوا العملات دي. فتابعوا معايا الفيديو علشان تعرفوا العملات بتاعتكم، واللي معاه عملة زيها يعرف سعرها كام ويعرضها على الموقع. وفي فيديوهات في القناة بتعرض كيف تعرض وكيف تبيع، والكلام ده كله بيتباع على المواقع دي. أول عملة، عملة سوريا 1926، 2 قرش، 2 قرش ب$102، $102.70، بيتخصم شحن منهم $30. 2 قرش، 2 قرشان، 1926، لبنان، أمين معروف، أمين معلوف، ب$309، $309، 2012، أمين معلوف. دي غالية لأنها نادرة ودي تذكار. سوريا 25 قرش، هيقابلنا الوقت 25 قرش برضو كذلك، بس نوع تاني نادرة. دي إصدارها كان كتير، فوق المليون، فوق الـ3 مليون. 25 دي سنة 1936 ب$599، 500 قيمت في شركة بي سي جي اس ب$599. لبنان 1925، عام 1925، 5 قروش ب$2999، 5 قروش لبنان، مقيمة من لدى الشركة ومعروض على ايباي واتباعت في مزاد. العملة اللي بعد كده سوريا 25 قرش، زي ما قلنا الاولانية كانت 25 قرش برضه، بس دي معدن ودي معدن، ودي تقييمها اعلى لان الاصدارات بتاعتها قليلة عن التانية. التانية طبع منها كتير، الاصدار بتاعتها كتير. دي حوالي 600,000 قطعة، تعرضت على ايباي ب$1224، $1224، 25 قرش. عملة لبنان، لبنان 1924، 2 قطعة، 2 قرش زائد 5 قروش، اتقيمت على ايباي وتعرضت واتباعت ب$720. القطعتين مع بعض تقيمهم على موقع ايباي سنة 1924، 2 قرش زائد 5 قروش ب$720، اتعرضوا وتقيموا من الشركة على ايباي. سوريا 10 قروش، 10 قروش سورية 1948، عام 1948. طبعا ده كله عارف الرسمة دي، الدولة السورية 10 قروش 1948، اتعرضت على موقع ايباي ب$359، $359، 10 قروش سنة العام 1948. لبنان، عملة لبنان 5 قروش، عام 1924، محمية فرنسية، اتقيمت على موقع ايباي واتباعت ب$339. العملة دي نادرة، 5 قروش، عام 1924، محمية فرنسية، ب$339 اتباعت على الموقع ايباي. دولة سوريا عام 1948، 2 قرش ونصف،
قرشان ونصف. تقيمه على الموقع ايباي ب 289 دولار، 289 دولار عام 1948، 2 قرش ونصف اتعرضوا على الموقع واتباعوا ب 289 دولار. لبنان، دولة لبنان، 50 قرش، 50 قرش دولة لبنان عام 1952، قيمت على شركة موقع ايباي ب 299.99 سنت، يعني 200، يعني 300 دولار. اتقيمت واتباعت ب 300 دولار، اللي معاه زي دي يبقى تتباع ب 300 دولار. اسعار ممتازة والله. عام 1952، 50 قرش فضة ب 300 دولار العملة دي. سوريا، دولة سوريا، 25 قرش، 25 قرش عام 1929، قيمت من لدى شركة ايباي واتباعت ب 874.99 دولار، يعني 875 دولار اتباعت، بتخصم الشحن منها حوالي 46 دولار من المبلغ كله. قيمت عام 1929 اتباعت ب 875 دولار. لبنان، عملة ورقية، عملة ورقية لبنان عام 1925، 25 قرش اتقيمت على ايباي واتباعت في مزاد ب 3150 دولار، 3150 دولار اتباعت العملة دي. صدرت عام 1925، اتقيمت واتباعت ب 3150 دولار على موقع ايباي. سوريا، دولة سوريا، 2 قرش عام 1926، 2 قرش عام 1626، عملوا 775 دولار، 775 دولار، 2 قرش دولة سوريا، اتقيمت على موقع ايباي واتباعت ب 775 دولار على هذا الموقع. اللي مع العملات دي يخلي باله منها، وبإذن الله الفيديو الجاي هعرض لكم بقية العملات، لأن فيديو واحد ما يكفيش طبعا عملات كتيرة. فأرجو إنك تتابعوا القناة وتتابعوني وتشتركوا علشان يوصلكم كل جديد، وأعرض لكم كل العملات المعدنية ولسه العملات الورقية، فمش هيكفي فيديو يعني، أنا آسف. وبرضو عشان ضيع وقتكم ما ضيعش وقتكم أكتر من كده، فأتمنى لكم التوفيق يا رب، وتبيعوا كل عملاتكم، وانا شرح في القناة كل اللي انتوا عايزينه، من تعرضوا ازاي على ايباي، وتربطوا ازاي بحساب البايبال اللي هيجيكوا الفلوس عليه، وبتدخل في مزادات وبتعرض عملاتك وبتتباع، وناس مشترين كتير بيشتروا العملات دي من على المواقع دي. اتمنى لكم الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.